في جولة الهند أهم شيء نبدأ فيه الطعام. أنا محمد هايل وراح أخذكم في جولة على طعام الهند. محلات العصائر هون قدم لك عصير فريش. Give me one mango shake. One mango shake. هذا المانجو شيك مانجا مع التلج حليب أتوقع شوية حليب. With ice, huh? مانجو شيك. طيب ماشي حلو. هذا الشاب بيعمل شاي بالطريق مش عارف يبين الكاميرا. الشاب من عنده كاسة شاي. الأردن عمان. You know Petra. Good. هذا الشاب بيعرف الأردن. Just a second. Hello. Hi. You been to Jordan? No. I had many friends. Uh-huh. Yeah. Who are from? Hi. Mine is Dave. Dave. Yeah. Muhammad. Sorry? Muhammad. أنا محمد. Muhammad. 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 Please have a seat. Where? No, no. Keep your seat. No, keep your seat. No, I'm tourist. You're tourist? YouTuber? Huh? Are you a YouTuber? Yes, I'm trying to be. Not yet, I'm trying to be. There were so many friends. We met in the university. In the Simpro Crimea. بعد كاس الشاي الواحد صحصح شوي. بنكمل في تشاوري بازار. سوق المعادن زي ما قلت قبل شوي. والطريق المؤدي الى جامع مسجد. تمام. بلغري. بلغري. هذا هو البلغري. This is the Belgiri. This is the Belgiri. بيعملوا عصير بطريقه جميله بس انا بحبه صراحه مش عشان ووتر كولد ووتر بس. شغلني. جوردن الاردن. See the Indian foods. This is the golgappe and then balle papdi. Golgappe. Golgappe and balle papdi. Balle papdi. Yeah. Chaat. What it contain? Yeah. What contain? What contain is this suji. Suji. Suji and potato aloo. Batata wa khubz. Yeah. Ma bharat. And, and salt and all this guys. بحط معها ملح و و spicy and hummus اتوقع. Yeah, this. Hummus. All guys. You come from sir? Jordan. 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 هذا الشاب طبعا. شاد على الصاجي 3 مدام. من الناتور على الاكله. This shopkeeper. This shopkeeper. هذا هو صاحب. طيب. طبعا شيء لذيذ طيب. وبيحط معها زي الكريمة. كريمة. Yes. دهي. كريمة طيبة. كريم دهي. طبعا فيها ثلج عشان ما تقربش. الناس اللي بيقول لك وهذا عشان تطلع حارة بيحط معها شطة لأنه الأكل بدون شطة هون لا يعتبر أكل شو ما كان لازم يكون معه شطة. هذا المدخل كله مطاعم حلال اللي بتحب تاكل حلال وفي جوا مطعم اسمه كريم هوتيل هو مش أوتيل هو مطعم بس بيقولوا كريم هوتيل يعني أتوقع معظم العرب اللي يجوا هون أكلوا فيه والسوق زي ما انتم شايفين مزدحم زي العادة في مطاعم قائمة على فكرة الكفارة يعني إذا أنت عندك كفارة يمين كفارة طلاق كفارة مش عارف إيش طعام كذا مسكين تيجي على المطاعم هاي بتعد المساكين وتطعمهم تقريبا النفر حتى تطعم المسكين هون النفر بكلف بين 25 ل 30 روبية يعني اقل من نص دولار طبعا مش شرط يعني المطاعم بس للمساكين انت بتقدر تاكل اكل بتاكل يعني ربنا الله عشان الواحد الاكل مش سيء نهائيا تقدر تاكله ما في اي مشاكل اذا اول زياره بدك تنتبه شوي ما تقلش ما تخبصش بالاكل بعدين تتعود بيعجنوا هون بيخبزوا هون
يطلع بالشكل هذا، شيء خرافي. بحب اخذ الكباب مع الخبز، شيء رائع. بدي اشوف رغيف طالع من الفرن. خليني اصور جوا ما شاء الله. الخبز كيف تستوي، طالع رغيف قد التهبيل، يعني ما بدك تاكل الا خبز. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر جوز الهند مقشره ومقطعه، جوز الهند منعش طبعا، النظافه هون نسبيه. الحراره العاليه لازم تشرب كثر فواكه وعصائر. هذا اليدوي لها منويل، بفرم لك اياه، بطلع التفل من هون شويه جوز، بعطيك العصير. اها رايس اوكي، شوكر ما شوكر بس ليتل ليتل بوبي كرنه. اها عامل له شويه رمان لوجه الله. انا بقاع الشيف بيكون بس حسب لي يعني هيك لوجه الله. كثر خير. منعش زي ما انت شايف، بس عادة المحلات بتكون بالزقات، ما بتكونش محلات يعني رئيسية، بتكون اما مشاغل مشاغل او مستودعات او للناس المحليين، واحيانا بتكون يعني مكاتب يعني مهمة بدك تكون عارف وين رايح. اتوقع شمال يعني كله شغال، اتوقع بده وضع عشان تكون صرامة. هاي بيحبوا الصورة، بيحبوا الكاميرا يعني ما بزعلوش من الكاميرا. هاي 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 يعني قرود وين ما تروح الأطفال. اوكي طبعا بتلاقي فنادق بالزقات هاي اللي هم يقولون الهوستل، بيكون يعني أسعارها متناول اليد. إجمالا أتوقع هيك سكرت هون، بنضل مكملين تظل ماشي يا سيدي. بس اجمالا يعني حبيت افرجيك كيف المحلات بتكون حتى في الزقات الضيقه، بيكون في محلات وممكن تلاقي حاجتك او طلبك اللي جاي تسويه بالهند في الزقات الضيقه. هذا مثل بره لحم مشوي اضلاع ورز، رز بكيف لحم مشوي باذنجانيه وسلطه وخبز رائع جدا بالعافية إن شاء الله. هذا مثل برياني نص، وهاي الكورما بما تبقى الكورما كولدرينج يس ون، هذا مثل كورما ما جرب الكورما ما بعرف الكورما طبيعي. وهذا خبز مطعمون نفسه يعني إن شاء الله بالصحة والعافية. هذا الكوكونات ستروبيز، مشروب قوي جدا يعني تشرب واحدة لا بتحس لا بحر ولا بتعب.